لا ما كانش متعمد اكيد، كان يدافع على حراسة المرمى تاعه، وانا كنت نشوف الكرة، ما كنتش نشوف في الحارس. صار التصادم وشيء طبيعي في الكرة، الحمد لله على كل شيء. انا الحين كما قلت لك راني جاهز بكل قوة ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. شكرا شكرا، الله يحفظك.